قيمة الحياة رغم أنها مفيدة جدا. يمكن بسبب النظرة للسنة أنها مش فرض خلاص يبقى مش هعملها، ربنا مش هيحاسبني عليها، رغم أنها مفيدة لكنها منسية. من ضمن السنن المفيدة جدا لكنها منسية سنة الوضوء قبل النوم، إنك تخش سريرك متوضي. قال صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم يبيت طاهرا على ذكر الله فيتعار من الليل فيسأل الله من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. لو نمت دخلت سريرك متوضي وفي وسط الليل قلقت كده، لو دعيت دعوتك مستجابة، بس أنا متوضي. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: طهروا هذه الأجساد طهركم الله، فإنه ليس من عبد يبيت طاهرا يعني متوضي إلا بات ملك في شعاره. الشعار هي الملابس الملاصقة لجسمك، يبات فيها ملك، بص قمة القرب والسكينة. لا ينقلب ساعة من الليل لو أنت تقلبت إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. فتنام على وضوء دعوتك مستجابة لو قلقت في وسط الليل، وتصحى والملك طول الليل بيدعي لك ان ربنا يسامحك، فتصحى وانت مطمئن. من السنن التانية المفيدة جدا لكنها منسية ان احنا ندعي لبعض. انا عارف ان انت حافظ الحديث عشان كده سميتها لك مفيدة لكنها منسية، انك تشرك دايما غيرك في دعوتك. قال صلى الله عليه وسلم: اذا دعا المرء لاخيه بظهر الغيب يعني مش قدامه، قالت الملائكة: امين ولك مثله. أيوة أنت حافظها بس نسيها. جميل قوي أنك أنت تفوز بدعوة الملائكة المقربين مستجاب الدعوة، وجميل قوي أنك أنت تعلم قلبك يفكر في غيرك. ولو أنت عندك الحاجة اللي بتدعي بيها لأخوك ربنا هيبارك لك فيها. ادعي بواسع الرزق لإخواتك، إخواتك ادعي لهم أن ربنا يوسع عليهم عشان يوسع عليك أنت كمان. ادعي ببركة العمر لأبوك وأمك، وادعي لهم بالرحمة لو كانوا ماتوا. ادعي بالشفاء لمريض عزيز عليك، دي كلها حاجات انت محتاجها. ادعي بالهداية لحد بتحبه، أبوك أمك مراتك جوزك ابنك بنتك. ادعي كل سجدة دعوة ليك ودعوة لغيرك، كلها حاجات انت محتاجها والملك هيدعي لك. من السنن التانية المفيدة لكنها منسية انك تقول الحمد لله كل ما تلبس. احنا بنلبس مرتين على الأقل في اليوم لبسنا، الصبح وبالليل مثلا يعني، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيقول إن دي من أعظم الطاعات. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. ما تقدم من ذنبك يعني من ساعة سن البلوغ، احسب كم سنة، ما تقولش ده كتير على ربنا، في لحظة بيغفر لك لو قلت له الحمد لله على نعمة ليل نهار بتعملها، لأن فيها تجديد لإحساسك بدوام نعمة ربنا المتكررة، نعمة الكسوة عليك، أنت في الرعاية الدائمة. المعنى ده ربنا بيغفر لك ذنوبك كلها من ساعة سن التكليف. ما تنساش تقول الدعاء. من السنن المفيدة لكنها منسية أو مش معروفة ركعتين الخصام. قال صلى الله عليه وسلم: تكفير كل لحاء ركعتان. لحاء يعني بنتخانق مع بعض، اختلفنا مع بعض، تشاجرنا، تجادلنا، حد استخدم كلمة بايخة اتكتبت في ميزان السيئات، حد شتم، حد استخدم ألفاظ بذيئة، بعد ما نسترضي بعض ونسامح بعض حق الله ركعتين. يعملوها في البيوت لو بنتخانق مع أهالينا أو بنتخانق مع مراتاتنا أو أزواجنا، عشان ربنا سبحانه وتعالى يشيل الطاقة السلبية اللي دخلناها في بيوتنا. من السنن الجميلة جدا المفيدة لكن منسية الترديد بعد الأذان، لأن في وعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الدنيا محتاجاه. قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن، وأنت بتسمعه كذا مرة في اليوم، فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. وصلاة ربنا يفعل درجاتك ورحمة لحالك. ثم سلوا الله لي الوسيلة، اللي هي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، فإنه من سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. ينفع تسأل الوسيلة لرسول الله اللي هي مقامه في الجنة وتيجي تقول له يا رسول الله عايزك تشفع لي، يقول لك لا ما ينفعش، ده هو وعدك، لو قلت آتي محمدا أو آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة هيشفع لك في الآخرة، والنبي ما بيخلفش وعده.
سهلة، كل ما تسمع الأذان قدس هذا الدعاء وقوله، مفيدة بس منسية. وآخر واحدة من السنن المفيدة لكنها منسية سهلة، قال صلى الله عليه وسلم: من بات على وتر بات مغفورا له، وإن الله وتر يحب الوتر. ركعة أو ثلاثة قبل ما تنام صليهم قبل النوم، لو عملت كده كل ذنوب اليوم مغفورة لك، بوعد من الصادق الأمين صلى الله عليه وآله.